تعتبر صناعة الأخشاب وزخرفتها من الموضوعات البارزة في تاريخ الفنون الإسلامية، إلا أن ما وصلنا منها يعد بالقليل بسبب قابلية الأخشاب للفناء السريع عن طريق الحرائق أو العوامل الطبيعية. وأقدم ما وصلنا من أخشاب يرجع إلى العصر الأموي، وأقدمها هذه الروابط والألواح بقبة الصخرة، والتي نفذت زخارفها النباتية بالحفر البارز متأثرة بالطراز الهلينستي. وبالمتحف الإسلامي بالقاهرة حشوات أموية هلينستية الطراز أيضا موضوعا وزخرفة. أما هذه الحشوة فقد تأثرت بالطراز القبطي الساساني في رسم الأسدين المحورين عن الطبيعة. ومن عمان هذه الحليات الخشبية التي ترجع إلى العصر العباسي، يحتفظ جامع عمرو بن العاص بحليات وأفاريز ومخدات، تلك التي تعلو تيجان الأعمدة، بعضها مزخرف بالأكانتس ويظهر فيها التجسيم بأسلوب بسيط، وبعضها بالأوراق الخماسية والمراوح النخيلية التي ترجع إلى العصر العباسي أيضاً. وفي منتصف القرن الثالث الهجري ابتكر الفنان المسلم طريقة جديدة للزخرفة، وهي الحفر المشطوف الجوانب والمحور تحويرا شديدا، والتي تعرف بطراز سامراء. وفي القرن الرابع الهجري تمكن الفنان المسلم من إتقان وحداته الزخرفية، وشكلها على هيئة كائنات حية من حيوانات وطيور وغيرها، أي أصبحت الزخرفة قريبة من الطبيعة. كما اقترب من الطبيعة أيضا في حفر الزخرفة النباتية، كما على باب جامع الصالح طلائع
والذي نفذت عليه الورقة النباتية الثلاثية ورقة التوت، والخماسية أي ورقة العنب. وفي العصر الفاطمي ابتكر الفنان المسلم طريقة التعشيق ليتفادى التلف الذي يحدث من التمدد والانكماش، وخير مثال محراب السيدة رقية الذي جمع فيه بين التعشيق والحفر معا. وجمع أيضا بين الحفر والتعشيق على هذه التركيبة الخشبية للصالح نجم الدين أيوب بالقاهرة. كما ابتكر الصانع طريقة الخرط لعمل المشربيات والمشرفيات، والتي تتناسب مع عوامل الطبيعة للمنطقة، فهي تسمح بمرور الضوء والهواء وتحجب من بالداخل عمن بالخارج. كما صنع بالخرط أيضا الأحجبة كما في الجامع الأزهر، وكذا بجامع المرداني بالقاهرة. واستخدم الخرط أيضا في الزخرفة، وفي القرن الثاني الهجري عرف الصانع التطعيم، وكان في البداية زائفا حيث تلصق أجزاء الصدف على الخشب في الصناديق وخلافه. وخلال القرن الرابع الهجري عرف التطعيم الحقيقي، والذي يتم فيه حفر الزخارف حفرا عميقا ثم ملؤها بالأبنوس أو العاج أو الصدف. وقد استخدمت هذه الطريقة في زخرفة كراسي المصاحف، فهذا كرسي مصحف جامع السليمانية، والذي أبدع فيه الفنان المسلم حين جمع بين التعشيق والتطعيم في الزخرفة. كما زخرف بالتطعيم المنابر المملوكية، فهذا منبر مدرسة قجماس الإسحاقي بالقاهرة، والذي ظهر عليه الطبق النجمي
كوحدة زخرفية مطعمة بالأبنوس والعاج. ويتكون الطبق من ترس ولوزة وكندة، والذي ظهر على منبر مدرسة برقوق خاليا من الزخرفة. وظهر أيضا مطعما بالأبنوس والعاج في أبهى صوره على منبر خانقاة بيرسباي بالقاهرة. واستخدم التطعيم أيضا في زخرفة الأبواب، كما الحال على باب جامع رستم باشا باسطنبول. واستخدمت الأخشاب أيضا في عمل الأسقف، وهي إما براطيم وألواح خالية من الزخرفة، كما في سقف جامع التيروزي بدمشق. أو براطيم وتماسيح، أي ألواح مزخرفة، كما في سقف مسجد قلعة جبرين بعمان، الذي زخرف بزخارف نباتية ملونة بالألوان المائية. كما استخدمت البراطيم والتماسيح في سقف مدرسة قجماس الإسحاقي مزخرفة بالتذهيب، وفي سقف بيت الكرتلية بالقاهرة. وقد يكون السقف من النوع المعروف لوح وفسقية، كما في مدرسة السلطان برقوق المنفذة زخارفه بالحفر والتذييب بدقة متناهية. وقد يجمع السقف بين الفسقية والبراطيم معا، كما في سقف جامع المؤيد شيخ بالقاهرة. وربما يتوسط السقف شخشيخة، كما في سقف مدرسة قجماس الإسحاقي، والذي شغل بالزخارف المتنوعة الملونة والمذهبة. وفي بعض الأحيان تنفذ القباب من الخشب، فهذه قبة الإمام الشافعي، وقد ارتكزت على مقرنصات من الخشب المزخرف بالزخارف النباتية والكتابة النسخية.
قد تنفذ مقرنصات من الخشب حاملة لقباب غير خشبية، كما هو الحال في مدرسة السلطان برقوق، والتي جلدت بالألوان وماء الذهب. وقد يشكل السقف على شكل القصع الخشبية كما في حجر مدخل الإمام الشافعي. ومن طرق الزخرفة، الزخرفة بألوان اللاكي كما في بيت الكركلية بالقاهرة الذي يرجع إلى العصر العثماني. ويدخل الخشب أيضا في صناعة دكة المبلغ كما في مسجد الأميرة المملوكية تتر الحجازية. وتدخل الأخشاب أيضا في صناعة رفرف السبيل كما في سبيل أحمد باشا طاهر الذي نفذت زخارفه بالحفر البارز بأسلوب الركوكو والباروك. وكذلك في رفرف سبيل السلطان أحمد باسطنبول. ومن الخشب أيضا صنعت الكتبيات لحفظ الكتب والخرستانات لحفظ الحاجيات. كما صنعت الأبواب الخشبية المغشاة بالمعدن، فهذا باب مدرسة برسباي المغشى بالنحاس على شكل بخارية، وهذا باب السيدة نفيسة بالمتحف الإسلامي بالقاهرة المغشى بألواح الفضة على شكل بخارية أيضا. ومن الخشب قد تصنع حجرة كاملة مثل الكتاب المنقول من مدينة رشيد المصرية. كما تصنع صناديق لحفظ دستور الإسلام القرآن الكريم.